بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن وصلت إلى القناعة التامة والتأكد من أن وجودي مع المشاريع المجهولة وغير الواضحة غير الممكن، لذا أعلن أمام جمهوري وأهلي وأبناء محافظتي العزيزة عن إعلان انسحابي من الترشيح لانتخابات مجلس محافظة الأنبار ضمن قائمة تحالف الأنبار المتحد بشكل نهائي، لعدم وجود الرؤية الواضحة والازدواجية في التعامل ما بين المرشحين ضمن القائمة، وحفاظا على تاريخي وتاريخ أهلي، ونزولا عند رغبة جمهوري اتخذت القرار الصائب بالانسحاب، والله ولي التوفيق. أختكم نادي صالح عبد اللطيف السامراء.